أحمد بن هلال الحسباني الصولي. شنو الحسباني؟ يحسب يعني حساب ولا حسبان ولا جالت له الحصبة؟ الله وروى حصباء المسجد من دمه فيبقى الحصبة إلا آل لوط. بيقول إيه كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسل عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقوله أيضا في سورة العنكبوت فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. اي نعم. والصولي شنو معناه الصولي؟ الصول بلد ابو بكر الصولي من الادباء. في ليل صوم تناهى العرض والطول كانه بالحشر موصول جنب بست مصر؟ لا يمكن في ايران او صح بلد ابو لفتح البست صح قدس الله. احمد بن هلال الحسباني الصولي نزيل حلب احد مشاهير العصر والخلصاء صوفية الدهر يعني مخلص ها غوث عصره. من كراماته كان يدعي انه يطلع على الكائنات وانه ياخذ من الحضره بلا واسطه وانه نقطه الدائره وانه يجتمع بجميع الانبياء في اليقظه. فقام عليه جماعه كثيره من الفقهاء والمحدثين على عادتهم مع هذه الطائفه فتعصب له اكابر الدوله وكثر أتباعه جدا ورحل إليه الناس من الأقطار. توفي عام 833.